طيب عبد البشرات، كاتب صحفي، مدير دار الوطن للصحافه والطباعه والنشر. تعودنا في دار الوطن للصحافه والطباعه والنشر تنظيم ندوات فكريه وملتقيات ثقافيه، ضمنها طبعا توقيع كتب او سواء كانت فكريه او دواوين شعريه او غيرها. والنشاط هذا يدخل يعني في هذا التوجه، يعني ماشي حاجه جديده ولا عندها ولا هي نشاز ولا شي حاجه من هذا القبيل، وانما هي حدث عادي. الشاعر هو عراقي المولد، نيوزيلندي الجنسيه، مقيم في نيوزيلندا. طبعنا له في دار الوطن حوالي 6 كتب، منها 3 دواوين شعريه هي التي كان سيوقع في مسرح محمد الخامس. قبل ان نستدعي الضيف وقبل ان نوجه دعوات للصحفيين والجمهور من مختلف انحاء المغرب كما شاهدتم في باب المسرح، ما حتى تخدينا جميع الاجراءات اللي يمكن تدر، منها اننا قد تقدمنا بطلب للمدير المسرح كتابي يوم 9 يوم 7 تسعود 2022، وبعث لنا هو بالموافقه يوم 12 تسعود 2022. اذا لحدود الان ما كاينش مشكل. احنا المشكل اللي كاين هو اننا احنا قلنا طلبنا يوم 29، ولكن وقال 29 عامره سبت ذلك، واقترح لنا 31 اكتوبر، يعني فوافقنا على التاريخ ماشي مشكل. وطلب منا في الرساله ديالو اننا نتواصلوا مع اداره المسرح حتى نعملوا الترتيبات اللازمه. هذا كان 12 تسعود 2022، وجهنا دعوة للضيف، جاء من نيوزيلندا 30 ساعة في الجو ومحطات في دول متعددة منها فرنسا حتى وصل المطار رباط صلاة. استقبلنا هنا بطبيعة الحال كضيف ودينا على الفندق، ما كاين حتى شي مشكلة. الشرطة ديال المطار استقبلوه بترحاب ووعدوا بعضهم أنهم سيحضرون الأمسية. هذا الشيء كله اللي جرى، هادشي كله الى حدود 20 تسعود، اتصلت مدير المسرح على اساس يوضعوا الملصقات كما العاده، لان مش اول مره كنستضفوا اجنبي. اولا في مسرح محمد الخامس سبقنا في سنه 2012 استقبلنا الكاتب الشهير المرحوم الدكتور عماد حسن صاحب نظريه اداء الانف الخلق والتطور، والنشاط غطاته التلفزه الاولى والقناة الأولى وواحد المجموعة الصحفيين، ولم يحدث أي شيء. يعني بريطاني، هو جنسيته بريطاني من أصل سوداني، هذا عراقي نيوزيلاند، عراقي المولد نيوزيلاند الجنسية، مزيان. طلب مني مدير المسرح طلب مستحيل، قال لي يلزمك تاخذ تصريح مكتوب، موافقة مكتوبة من ولاية الأمن. حنا طيلة في عمري الآن 62 سنة بحكم تعاملي مع السلطة في المغرب كله، سواء في الرباط ولا في فاس ولا في تونات ولا كاع في المدن اللي كننظم فيها أنشطة ولا في الدار البيضاء، أنت كتقدم تصريح مكتوب وهما تيقولوا لك أوكي داخل 48 ساعة، زادوا هذه الأيام بعد كورونا 24 ساعة أخرى، طلعوا 76 ساعة، تنك أعطيناهم تصريح داخل الأجل، الإشعار داخل الأجل المحدد. احتياطا لان ولايه الرباط معروفه انها لا تختم على المراسلات ولا توقع ولا تعمل اي شيء ولا تعمل ولا طبعا راسلناهم، راه عطيت الاخت قبيله عرم ديال المراسلات ونعطيك، عندي انا جايب معايا كل سميتو لان كنت متوقع هذا. من بعد بعثنا لهم رساله اخرى عبر امانه بالبريد المضمون بالاشعار بالتوصل، الامور مشات هكاك. لحدود هذا الصباح انا تواصلت مع السلطات المحليه، الاصعيد البشويه والمقدم والسلطه، قالوا لي احنا ما عندنا حتى شي مشكله، ما فيش مانع. الولايه اتصلوا بي بالتليفون سالوني عن النشاط، قالوا لي نشاط ثقافي، ايه نشاط ثقافي ما كاين حتى شي، قلت لهم واش كاين شي مشكله نجي، قال لك لا صافي نشاط ثقافي مش مشكل. مدير مسرح محمد الخامس يوم السبت الماضي اتصل به احد الاشخاص من طرفنا، قال له طلب غريب، قال له انه
يلزموا مش تصريح من الولايه بل من وزاره الخارجيه، وهذه سابقه انا ما عمري سمعتها ما عمري شفتها. كيفاش انا وزاره الخارجيه مكلفه ومسؤوله بالجمعيات والانشطه الثقافيه التي تقام خارج المغرب مش داخل المغرب؟ يعني انا سالت مسؤول هناك عن احد المسؤولين عن الثقافه عن مديريه الثقافه في وزاره الخارجيه، قالوا لي احنا ما لنا علاقه بالموضوع. وهذه يعني واحد قال لي لا ممكن تلقى واحد اخر ممكن يتعرض راسك للسخريه لانه هذا مش معقول. قلت له انا حبيت اتثبت، يعني حبيت نثبت باختصار حتى لا اطيل عليكم. وصلنا الى هذه المرحله. هذا الصباح لا يجيب مدير المسرح في التليفون، عبر رسائل الاي سي ما استبدلناها انا وياه مازال يسروا على كذا وكذا. اتصلوا بطبيعه الحال بالسلطات المحليه، قالوا لي احنا ما عندناش مانع وروح للمسرح والا لقيت اي مشكل اتصل بنا راه يجي الباشا عندك. مشينا لقينا الباب مسكر كما لاحظتم. هذا البيان اللي عندكم فيه تفاصيل كل من احد التزيد. مش احنا اتصلنا، جاو الامن اولا. الامن في ما كيشوفوا شي حالات تجمهر كيجيو ومفرصهم. في الحقيقة الأمن تعاملوا باحترام وأدب إلى آخره، وجاء الباشا فعلا راه ساعتين تقريبا اللي قضيتها وأنا كنت حوار معهم مع واحد مسؤول أمني كبير. قلت له واش أنتم كسلطة منعتونا؟ قال لي لا احنا ما منعناكمش. شنو المشكل؟ هذا مدير المسرح الخايب في القصة، الكارثة في القصة هو أنه مدير مسرح محمد الخامس أو الذين أمروه بغلق المسرح في وجوهنا يريدون تشويه صورة المغرب، هذا البلد الذي نعتز بانتمائنا إليه ونفتخر بين العرب أننا الأكثر حرية والأكثر ديمقراطية وإلى آخره، يعني حرية الرأي والتعبير اللي كان في المغرب ما كان حتى في بلد عربي. يجي سواء يكون مدير مسرح محمد الخامس أو بتوجيه من أي شخصية أخرى كيف ما كانت، سواء كانت أمنية ولا في ولاية الأمن ولا في أي وزارة ولا في السماء ولا في الأرض، فها الشخصية التي وجهت هذا مدير المسرح تسيء للمغرب وتسيء لتاريخ المغرب ولثقافة المغرب. كان حضور وازن شخصيات، شفنا شخصيات جات أكيد، جاء ممثل المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة الإسيسكو، وجاء ممثل من سفارة السودان، وجاء ممثل من سفارة العراق، بالإضافة للشخصيات وأساتذة ودكاترة. هذو ضيوف جاوا من دول مغربية؟ طبعا، من مراكش، من الدخلة، من طنجة، من فاس، من مكناس، من الدار البيضاء، من السخيرات، من كل المدن المغربية تقريبا. كنشوف هذا المعنى ان يعني هو كلامي السابق عباره عن جواب عن هذا السؤال. الذين منعوا هذا النشاط الثقافي الاشاعي العربي اعطوا فرصه لاعدائنا الذين يبحثون عن الخلل داخل المملكه المغربيه لكي يشوهوا سمعتنا وصورتنا. انا لا اجد مبررا، لا اجد مبررا لأنه هذا النشاط يتمنع لأنه مجرد قراءة شعرية ونقدية في دواوين واحد شاعر عربي خسر الملايين باش في الطائرة باش يوصل المغرب، وخسرنا هناك ميزانية ضخمة في المطبوعات والترتيبات وإلى آخره. مع الأسف الشديد هؤلاء يريدون أن يشوهوا صورة المغرب ويقدم فرصة ثمينة لأعدائنا حتى ينتقدوننا بشكل سلبي. ومع الأسف أكرر، الذي صدر هذا القرار سواء كان قائد ولا كان باشا ولا كان والي ولا كان وزير ولا كان أي شخص اللي صدر هذا القرار فهو يسيء لصورة المملكة المغربية في العالم العربي وفي العالم كله. ما تنساوش تابوناو في لاشين وتاكتيفيو الجرس باش يوصلكم جديد فيديوهات بيل بريس وتبارطاجيو مع صحابكم.